رجعنا معاكم مشاهدينا الكرام مع فقرتنا الثالثة ولقائنا الثاني مع أكيد ضيفتنا المميزة في الاستوديو بدور العوضي رئيس فريق لفريق يسوي كان للعمل التطوعي. حياك الله معنا في برنامج شباب قول وفعل. يا هلا مرحبا فيكم، حياكم الله ومشكورين على الاستضافة. نورتينا حبيبي. بعد راسي نور بوجودكم. شرفنا فيك بوجودك ويانا. بعد راسي الشرف لي أكثر بوجودكم. بداية بنتكلم عن العمل التطوعي، شنو هو العمل التطوعي؟ طبعا العمل التطوعي هي مجموعة شبابية تسعى للعمل التطوعي، طبعا تهدف لعدة أقسام حق دور الرعاية، دار المسنين، ذوي الاحتياجات الخاصة، الحملات التوعوية الثقافية، طبعا غير أنشطتنا أنشطة رياضية تربوية وطنية دينية تعليمية بالشكل مجالات متعددة. ممتاز، يعني ما شاء الله كل المجالات موجودين فيها شباب الكويت، يعني فريق تطوعي مثل يسوي كان. وايد حلو الاسم، أنا عاجبني بدر لأنه يشبه شباب قولوا فعل. بالفعل أي شاب وشاب اليوم يقدرون أن هم يشاركون في مثل هذه الأعمال التطوعية اللي تهدف لخدمة المجتمع في كافة المجالات، لابد أن يشارك ويكون له دور فعال. خلينا نتكلم عن أهداف فريقكم بدور، يعني ما شاء الله نظمتوا وايد حملات توعوية تطوعية وكانت جدا جميله، ويمكن اشياء لمسناها في خلال الفتره اللي طافت وتعايشنا معاها وشاركنا فيها من غير ما نكون عارفين ان يسوي كان اهما وراء هذا الموضوع، وهذا هو الجميل في العمل التطوعي. الحمد لله. مو موضوع انك تشتهر كفريق، ولكن شنو فعلك، شلون يشتهر فعلك في الساحه. خلينا نتكلم عن اهم حملاتكم. اهم حملاتنا كانت برد عليهم، كان طبعا برد عليهم هذه كانت حق العمال اللي موجوده في الشارع في فتره صح. الصيف يشتغلون. اي نعم. موضوع توزيع كانت عده حملات. اول حمله كانت برد عليهم، كنا نطلع من تقريبا من الصبح من الساعه 7 ماخذين ويانا صمونه وماخذين ويانا الماي، فنوزع على العماله، فيكونون منها ان هم حرام مساكين توهم مشتغلين او نص الشغل، فالواحد يبي الاجر منهم صح. بس ما نبي شيء اكثر. فكافينا لما الواحد لما يدعي لك بالخير او لما يدعي لك هذه تسوى الدنيا وما فيها. ابتسامه في نفس اي شخص. بالنسبه حق الحملات الاخرى طبعا الحملات الاخرى كانت حمله كسوتهم، اللي هي حمله اللي تكون هم بالشتاء. بالشتاء راح يكون كل واحد وبردان ومسكين، يعني يا دوبك انه بس انه يبي يتغطى او انه مسكين ما يلقى له مكان انه يقعد فيه، بس انه يكون المكان بارد. فنعطيهم جاكيت اي شيء، كل شيء موجود. فلله الحمد قاعدين نوفر لهم قد ما نقدر انه بالامور هذه. حلو، احنا الحين قاعد نتكلم في الجانب الخيري، لان يعني نتكلم جانب تطوعي صار جانب خيري لانه هو كسوتهم وايضا برد عليهم. أي نعم. فانا بنتكلم ما بين الفرق ما بين العمل التطوعي والعمل الخيري اللي قاعد تقومون فيه. طبعا انتم قاعد تساعدون في نشر العمل الخيري. اي نعم. طبعا عندك احنا عده اقسام، مو بس ان العمل الخيري، طبعا عندك ان باقسام معينه. اول شغله القسم التطوعي والقسم الخيري. حلو. والجانب التصويري باللجنه التصويريه، وعندنا الجانب الاستعراضي. فكل مجموعه متقسمه على حسب تقسيمات معينه وعلى حسب تقسيمات المجموعه نفسها. يعني فلله الحمد. نعم. خلينا نتكلم عن بدايتكم بدور، هذا شيء جدا مهم. لما اليوم نشوف ما شاء الله مثل هالحملتين اللي سويتوهم واكثر بعد، ما في يعني اكثر بعد من حملتين. نعم. يعني الحمد لله كنا كل سبت نسوي هالحمله، سواء كانت برد عليهم او اطعمهم سواء كانت برد عليهم او اطعمهم او ان ناخذ لهم مثلا ايس كريم نعطيهم. بس انه شنو، بس تعرف ان لما الواحد لما يعطيك شغله شعوره يعني من داخل، يعني لا ما ينوصف صراحه. احنا كثقافه يعني مرات نتناسى هذيل الاشخاص، او مثلا يعني نكون مرن ومو ماخذين بال على الموضوع وايد. اليوم لما الشخص هذا يحس انه هو ببالك وان انت متعني له وان انت حاس فيه، هذا بروحه يمكن حتى لو ما دعالج، هو مجرد شعوره هذا الواحد اكيد يكسب الاجر وهو أكيد. يحس بالراحه النفسيه. وايد اشخاص يحسون بالرضا فقط من عمل الخير. نبي نتكلم عن جروبكم من متى بلش بدور، شلون بلشتوا في هذه المشروعات ما شاء الله بقوه، خصوصا احنا نعرف ان لكم منافسين في هذا المجال. الحمد لله الحمد، احنا بلشنا 10/10/2010، فتركنا وايد بصمه حلوه من الفتره اللي طافت لين هالسنه هذه. الحمد لله لله الحمد. فنحاول قد ما نقدر ان احنا قاعدين نطلع بصوره يعني
مرحة بصورة حلوة بصورة سلسة إنه مع المجتمع بجميع الأنشطة، ما نقول والله نتجه بنشاط معين، لا والله بجميع الأنشطة، فلله الحمد كانت وايد مبسطة. الاختيار لحق المجموعة كانت من رئيسة المجموعة هي شوق العوضي، فلله الحمد قالت إن هي تبي الفكرة هذه إن إحنا نبي أطور أبي أسوي، قلنا لها خلاص تم. ما شاء الله عليكم. فسوينا الحمد لله لله الحمد، فكل شيء إحنا سوينا فكرت فيها فقلت لها لا ترى كذي أحلى ترى كذي أحلى، حطينا مثلا الأسس المعينة، حطينا شلون نربط الاختيارات اللي إحنا نبيها، كل شيء يترتب على هالأمور، فأبدعنا فيه والله الحمد. الشباب ما قصروا ويانا همن أبدعوا وإيد واحدة ما تصفق فالحمد لله. يمكن بدرت تتفق معاي إن هذا العمل قد يكون مرات شاق على شباب، يمكن أغلبهم يكون مو موظف للحين، طالب للحين صغير ما يعرف شنو موضوع هيكل تنظيمي، شلون أنا أنسق العمل مثلا كليجان اليوم أصنف الأشخاص اللي راح يشتغلون، فهذا بروحه عمل إيجابي وإنجاز على صعيد القدرة الفردية حق الشخص، يعني هم مستفيدين وقاعد يفيدون المجتمع، الفايدة عامة على الكل. هذا اللي قاعد نتكلم فيه بأن العمل التطوعي جدا مهم، بأن الواحد اليوم يدخل أو ينخرط فيه الأعمال التطوعية راح يكتسب مهارة أكيد وخبرة كبيرة. طيب إحنا نبي نتكلم بما أن دخلنا في الموضوع مع زميلتي أنوار بالعمل التطوعي، طيب كعمل تطوعي اليوم هل العمل التطوعي يساعد على أنه بناء شخصية، على أنه مثلا يخلي الواحد يكون له شخصية يعني جديدة مساعدة ملمة في هذا المجال؟ أكيد لله الحمد طبعا فيها بشكل مجالات، في ناس كانت انطوائية فدخلت ويانا مجتمعيين يعني أي فناس دخلت ويانا كانطوائي كانت وياه يعني لدرجة أنه خلاص بس ما بيأسوي أي شيء قدام الناس، فحاولنا قد ما نقدر أن إحنا ندربه أن إحنا نساعد وياه يعني نطلعه بالصورة اللي بداخله اللي كانت وايد حلوة، فهو قامتها لدرجة أنه كان واحد من أهله أو واحد عزيز عليه أنه متوفي، عسى ربي يرحمه ويغفر له إن شاء الله، فقاعد نقول له ما يخالف طلع اللي بداخلك، الإنسان هذا اللي بداخلك طلعه يعني ابدع فيه، فلله الحمد قاعد يبدع ويانا وهو الحين مستمر. طاقة الإيجابية هذه اللي فيه، فروحه الحين صارت حلوة، يتكلم يتعاون مع الناس، هو اللي قام يبادر أنا اللي أبي أسوي أنا اللي أبي تذي، فعرفت إنه شلون طريقته كانت يعني إيجابية، حتى طريقة تعامله وايد تغيرت مع الشباب سواء مع البنات، فلله الحمد حتى اليهال الصغار تغيرت وياهم، فشي حلو لما إن أنت تتواصل، شي حلو غير إن لما نعطيهم دورات، ففي دورات معينة إن نحن نعطيهم ننمي طاقاتهم، الكل يبون المحتاجين. يعني جروبكم مو مقتصر فقط على موضوع العمل التطوعي لخدمة المجتمع، أيضا داخل يمكن جسم الجروب أنتوا بالفعل قاعد تسوون وايد أنشطة. خلينا نتكلم عن هذه الدورات اللي قاعد تذكرينها، يعني إحنا عارفين إن العمل في جروب صحيح ينمي مهارات التواصل، يصقل شخصية الإنسان، يخليه معطاء أكثر، لكن الدورات اللي قاعد تسوونها أكيد هذا ما شاء الله يعني خلينا نقول ذكاء جدا كبير من شباب إنه يحاولون يحافظون على هذا الكيان، كيان الجروب التطوعي. الحمد لله يا ربي. طبعا فيها شتى المجالات بالدورات التدريبية، فيها يعني شلون إن أنت تنمي ذاتك، شلون إن أنت تطور نفسك، شلون إن تكسب الوقت بأقل من الثانية، بأقل من الدقيقة، يعني نبي أنت اللي تنجز العمل بالدقائق المعقولة بالوقت المعقول، شنو إن أنت اللي تبي تسوي، شلون إن أنت تطلع على المجتمع، فعلى حسب المهارات اللي موجودة، على حسب اللي هم يبونها، على حسب شنو هم يحتاجه، أي فشنو اللي يحتاجه، فيكون عمل جماعي، يكون الأعمال كل واحد الأعمال الفردية شلون إن أنت تكتسبها بالعمل الجماعي ككل، فالحمد لله. ممتاز. قاعدين نشوف باجات لابستها ما شاء الله، فنبي نتكلم عن هالباجات واكتسابها، هل انت مثلا شاركتي في يعني نقول ايفنتات معينه او اعمال تطوعيه معينه وحصلتي على هالباجات منها؟ بصراحه الباجات الثانيه هي هذه الباجه مختصه بس حق يس ويكان. حلو. اوكي. بس اما الباجات الثانيه سواء كانت كل واحد ولا رمز او علم لا او دوله يعطونا مثل شغلة منهم عندهم أو شعار أو كرني فنحتفظ فيها، فننافس إن كل واحد ينافس الثاني على هالموضوع هذا، فنقول له ها منو الأكثر منو الأقل،
هذا بينكم بيننا وبين بعض وكثرت ما شاء الله بدور يعني الفرق التطوعية أنوار صارت بكثرة الحين ولكن في مجالات متعددة شرائح مستهدفة يعني من هذه الأعمال التطوعية. نبي نعرف الشريحة المستهدفة من عملكم التطوعي اللي قاعد تقومون فيه. الحمد لله الشريحة المستهدفة فقاعدين نغطيها بأنشطة ثقافية، أنشطة اجتماعية، أنشطة تربوية، أنشطة اجتماعية، أنشطة وطنية، كافة المجالات. وقلنا لك حتى بالمؤتمرات، تنظيم مؤتمرات، تنظيم مسارح، ندوات، دورات تدريبية بكافة المجالات. عندك هم الحملات التوعوية، زيارة المرضى، دور الرعاية، دار المسنين، طبعا كافة المجالات. كافي لمن ان انت تشرف على يعني مريض بنفسك او ان انت تقدم له شغلة رمز او هدية بسيطة، فان يعني عرفت انه شنو رسمت له البسمة صحيح، فزرعت له بشيء من داخل انه خلاص يعني كافي الكلمات اللي احنا لما نقولها يلا قوم، من هالكلمات تحفيزية. هذه تحفيزية فيتشجع اكثر واكثر انه يقوم فيها. صحيح. والله الحمد. طبعا شيء جميل لما نشوف جروب تطوعي ما شاء الله قادر يلم نفسه ويقدم خدمة مو بس حق شريحة واحدة، كل شرائح المجتمع موجودين بكل مكان. هذا أعتقد سبب الانتشار، هذا أعتقد سبب النجاح، أن الشخص اليوم قادر يوصل حق أكبر شريحة وبنفس الوقت أعماله هي اللي تتكلم عنه. جدا مهم أن اليوم يكون في حياة كل شاب وشابة جانب تطوعي، حتى لو ما كنت أنت داخل الجروب و24 ساعة شغال، لا أنت تقدر تسوي وتشارك بأفكارك وتتطوع فيها إذا تحب، أو إذا تكون موجود. يمكن يوم من الأيام ما أقدر أنا أنتظم بجروب، لكن أنا أقدر بيني وبين نفسي اليوم ان انا اسوي اعمال تطوعيه. هذا شيء جدا مهم في مجتمعنا، اذا غاب هذا الجانب لابد ان في كثير من اسباب الرحمه راح يمكن تتفتت من حوالينا. خلينا نتكلم عن المقبل من اعمالكم بدور، يعني مثل هذه الحملات اللي اطلقتوها لابد ان عندكم خطه حق اعمال اخرى جايه، خلينا نتكلم عنها. لابد ان في خطه مستقبليه ان شاء الله باذن الله. طبعا احنا عندنا مشاركين فعلا كويتي، هو مشروع هذا المشروع بدينا فيه يعني من بدايته كانت دورات تدريبية، شلون ان انت تنظم دورتك، شلون ان انت يعني تعطي من العمل الجماعي، العمل الفردي، شلون الطريقة لكل شخصية. فان شاء الله راح نترتب عليها وراح ناخذ ان شاء الله باذن الله بالمركز الاول، لانه في يترتب على المراكز الاولى والثانية. بس كافي الا لما انا اهدف شغلة معينة، ان انا اهدف ديرتي، ان انا اعطيها الملمس، اقول لها ان انا يا ديرتي ان انا ايدك الثانية، عيالك ان هم ديرتك، ان اياديهم معطاءة، ترى احنا واقفين وياك على الحلوة والمرة. صح صح باذن الله. ولكن نبي نتكلم معاك اخت بدور بما يخص الاعمال التطوعية. مثل ما قلت لك قبل شوي، كثرت عندنا الفرق المشاركة في الاعمال التطوعية باختلاف طبعا استهدافهم الى الشرائح اللي قاعد طبعا يخدمونها. لكن نبي نتكلم احنا عن السبب وراء قيام الاعمال التطوعية وكثرتها وانتشارها بالوقت الحالي. طبعا انتشارها في صح وايد منتشرة، بس في ناس من بعد فترة يتسكر المجامع. أنا عن مجموعتي بالعكس أني أنا أحفزها أول بأول، هذه شغلة أشوف شنو احتياجاتهم، شنو متطلباتهم. الكويت هي تبي أحد يخدمها، بنفس إحنا نبي نخدمها قبل لا تقول تعالوا والله خدموني. فلله الحمد نبي إحنا نعطيها مثل ما هي تعطينا. فشغلة حلوة لما كل واحد انه يبادر، نقول لهم تعالوا حياكم الله، عندنا التسجيل ومكانكم مبطل، فحياكم الله اللي يبي يتطوع ويانا، اللي حاب يشارك ويانا، باب التسجيل مبطل للكل سواء الصغير الصغير ولا الكبير. احنا راح يكون اكونتكم معنا في اكيد راح نحطه على الشاشه، عشان اللي يحب يتواصل لازم يكون عندكم جانب تطوعي مثل ما قلنا. اللي حاب راح يكون ايضا راح يكون على الهواء الحين معنا، هذا الاكونت على الهواء، اللي يحب يتواصل معاهم ويشارك العمل التطوعي لابد انك تكون مؤمن بالفكره ان انا راح اعمل فقط من اجل العطاء، مو من وراء مردود مادي، لازم تكون هذه هي الرغبه الحقيقيه النابعه من الداخل. خلينا نتكلم عن الاعمال التطوعيه بدور، لابد ان انتم تحتاجون الى جهات تدعمكم عشان تقدرون تستمرون في العطاء. ما هي الجهات الداعمه وشنو المشكلات اللي تواجهكم في هذا الموضوع؟ طبعا وزاره الهيئه العامه للشباب والرياضه كانت قاعده تدعمنا بالدعم المعنوي، يعطيهم الف عافيه ومشكورين طبعا ما قصروا. فاتمنى ان ابي احد يكون لنا مقر يعني يدعمنا بهالشغله هذه، يعطيهم الف عافيه ان قاعد يوجهون لنا بالدعم المعنوي. اما في الشغلات الثانيه لا، كشغلات ماديه لا. ف
فإحنا نحتاجها سواء كان الدعم المعنوي أو الدعم المادي. الدعم المادي نبي ناخذ مستلزماتنا والأشياء الملموسة، فكنا ناخذها من القطية من ملوت الشباب، فنحتاج الحين خلاص إحنا ركزنا على الشغلات الأمور هذه ركزنا، فنبي الحين الأساسيات اللي نبيها الدعم سواء ونبي المقر. فلله الحمد إن شاء الله بإذن الله يكون خطتنا لقدام إن شاء الله يا رب يكون لكم هذا المطلب. أنا أحب أنوه على شغلة أنه يعني كثير من الشباب يقولون خصوصا في المجامع التطوعية إحنا محتاجين حق سبونسر، وفي كثير من الشركات لأنه ما يحقق لها دعاية أو إعلان فهي ما تساعد الشباب. لازم نعرف أن إحنا هذه كل شركة، أنت يا صاحب الشركة لازم تكون عارف أنها حتى بالقانون أنت لابد أنك تساهم في أعمال تخص خدمة المجتمع. نعم. اليوم لا تكسر ميادي في الشباب، وكل واحد عنده هدف سامي بالتأكيد لازم إحنا نساعده. اليوم مشاركة القطاع الخاص في هذا الجانب في جانب الخدمة الاجتماعية لابد أنه يكون فعال. إحنا من عندنا الحين نبي ننقل هذا الكلام، نتمنى كل واحد بالفعل يتعاون خصوصا الشركات الخاصة ساعدوا الشباب علشان يقدرون يوصلون حق الهدف. بالنهاية أنت ما راح تأخذ الفلوس وتعطيها بحضنهم وخلاص، لا أنت تعطيهم الفلوس وفق خطة عمل كاملة، قاعد يسوي لك برزنتيشن، قاعد يقولوا لك الأهداف العمل، أنت اشرف على هذا العمل إذا أنت أيضا كنت مهتم. نتمنى يا رب لكم كل التوفيق بدور فريق يس وي كان، إن شاء الله نشوفه في أعلى المراتب بإذن الله. واللي يحب يتطوع أكيد إحنا راح نرجع نحط الانستغرام الخاص فيكم. أكيد كل الشكر لك على تواجدك ويانا. لكن قبل أختم وياك أبي كلمة من يس وي كان يعني سريعة بعجالة تعطيني كذي رسالة إلى الشباب اللي حابين يتطوعون وياك. من لا يشكر الناس لا يشكر الله. يعطيكم ألف عافية، مشكورين ما قصرتوا. كفيت وفيت. رسالة كانت كافية ويعني واصلة معانيها بعد راسي. فيعطيكم ألف عافية على مجهودكم الطيب، على دعمكم لنا. هذا كافي. وبعد يعطيهم ألف عافية عيالي، أقول لهم قروبي، أقول لهم عيالي. يس وي كان سواء كان من الصغير للكبير، يعطيهم ألف عافية، مشكورين ما قصرتوا على تواجدهم، على العيال اللي موجودين أمهاتهم، فيعطيهم ألف عافية على تشجيعهم لنا. نعم نعم. وكل اللي يدعمونا فيعطيهم ألف كل عافية. كل الشكر لك وتشرفنا فيش وتواجدك ويانا. ويس وي كان كلنا إن شاء الله راح نكون أيضا من برنامجنا يس وي كان، ومن أي حياة عندنا قاعدين نقوم فيها وأي أعمال يس وي كان إحنا نقدر إن نغير وللحياة الأفضل طبعا، وننجح في أعمالنا وفي كل ما نقدمه في حياتنا طبعا اللي عايشينها. ختام وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا، نتمنى تكونوا استمتعتوا ويانا. عندك موهبة، فكرة، مبادرة، مشاركة، إنجاز تحب تشارك وتكون ويانا في برنامج شباب قول وفعل، ما عليك إلا أنك تتواصل ويانا على أكاونت البرنامج شباب QATV. والختام القفال عند خيتي أنوار. طبعا اللي يحب يشوف أيضا حلقاتنا راح تكون موجودة على قناتنا في اليوتيوب على شباب QATV. إحنا كذي هذا كل اللي عندنا في برنامج شباب قول وفعل. باكر إن شاء الله لنا لقاء آخر معاكم، وإن شاء الله تستمتعوا في حلقاتنا المقبلة. مشكورين على المتابعة ومع السلامة.